مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ان. اليوم باش نحكيو على موضوع وفاة حمزاوي مغني الراب اللي موضوع انتشر بدرجة كبيرة ياسر بعد ما تنقمت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم خبر مفاده تعرض مغني الراب محمد أمين حمزاوي إلى حادث مرور أليم أدى إلى وفاته. وقد نفي صديقه منذ قليل الخبر وأكد أنه حي يرزق وأنها مجرد إشاعة. وزاد صديق حمزاوي أكد المعلومة وقال محمد أمين حمزاوي لا بأس عليه في دارهم في الحومة جو به، كنت أنا وأمه في التليفون، ألا تربح اللي خرج الإشاعة. كما كنت تسمع اليوم برشا إشاعات قاعدين يدولوا فيها مواقع التواصل الاجتماعي. كما كنا نسمع صديق حمزاوي معنا أكد المعلومة وقال أنه حي يرزق، خاطر شي عديد الإذاعات اتصلت بدارهم ما نجمش تحصل عليهم، زاد اتصلوا بحمزاوي ما ينجموش يتحصلوا عليه، مش في بالهم صحيح الأخبار، لكن اتصلوا بأحد أصدقاء وأكد لهم الأخبار، قال مزيك كنت تحكي مع أمه في التليفون والأخبار اللي داولت كلها غلطة وما ثمش منها. وحكم علينا نقولوا كان الله يهلك ولاد الحرام اللي تكبر في باجيتها ولا في شانيتها بعرض الناس ولا مواضيع كيما هكا خايبة على الآخر، تنجم تدخل كارثة في عائلة ناس. وهكا نكون وصلنا لنهاية الموضوع.